الثالثة لولد عبد العزيز. لمناقشة الموضوع معي هنا بالاستوديو بداية السيد جعفر محمود الملحق الإعلامي في ديوان الرئاسة الموريتانية، أهلا بك سيدي. وأمامك السيد سيداتي محمود الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني للتغيير والديمقراطية هنا بفرنسا، أهلا بك سيدي. أبدأ معك سيد جعفر، الرئيس تم انتخابه إذن في 2014 لعهدة تدوم 5 سنوات أي تنتهي بال 2019، وأكد آنذاك عند انتخابه أنه وفقا للدستور فهو لن ستكون هذه هي آخر ولاياته ولن يتقدم لولاية ثالثة، هل هذا الكلام لازال صحيحا اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أود أولا أن نقول بأن دي ملاحظة موجهة إلى إدارة التحرير الموقرة فرانس 24 بالفرنسية والعربية والإنجليزية، أريد أن تؤخذ بعين الاعتبار أنه من يشاهد هذه القناة المحترمة كلما ذكر الإرهاب في منطقة الساحل ذكرت موريتانيا، وفي هذا الصدد كانت لديكم معلومات دقيقة ومؤكدة بأن في موريتانيا إرهاب أو خلايا نائمة للإرهاب، فمن واجبكم أن تبلغوا الجهات المعنية. سيدي لن نتحدث عن الإرهاب وربط اسم موريتانيا بهكذا التصريحات، المعلومات عندما تحدث أي أحداث في أي بلد، لكن بهذه التصريحات بهذه التصريحات تضر الاقتصاد الموريتاني من جميع جوانب السياحة واستثمار الاقتصاد الموريتاني. سيدي هكذا التصريحات، لأن الشعب الموريتاني إلى هذا الحد هو هش، لأن الشعب الموريتاني هو الذي يدفع الثمن على حسابه، وللعلم فإن الموريتاني في حيرة من هكذا تصريحات. وأنا كشاب موريتاني، بعيدا عن قراءة بيانكم، إذا أمكن هل يمكن أن تجيبني عن سؤالي؟ نعم سأجيب، وأنا كشاب موريتاني وكشاب موريتاني مطلع افتخر أن أول منتوج يصدر من موريتانيا هو الأمن، لأن موريتانيا الآن في أمن. طيب سوف نصل إلى الأمن سيدي، نعم، هل يمكن الابتعاد فقط عن فيما يخص السؤال الذي تقدمتم به؟ نقول بأن فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز منذ وصوله للسلطة في موريتانيا أقامت هناك أمور كبرى في البلد تحققت من ناحية حقوق الإنسان، من ناحية الاقتصاد والتنمية، من ناحية جميع الجوانب. لكن أقول بأن الضجة التي الآن يحدثها بعض من ممتهني نقول السياسة أو محدثي السياسة يريدون الزج بها هي قضية الدستور، أنا نقول بأن الدستور الموريتاني والدستور لكنه هو صناعة بشرية، وإذا كان البشر في لحظة معينة من مساره يعني رأى بأن هذا الدستور غير موافق مثلا لرأى، من حقه أن يطلب بتغييره وهكذا. هذا الشعب يعني إذن الشعب هو أساس الدستور وهو الرائد الأول للدستور. طيب سيدي بعيدا عن أعاود سؤالي، نعم، هل الكلام الذي قاله الرئيس الموريتاني عند انتخابه عام 2014 أن هذه ستكون ولايته الأخيرة صحيح، أم أنك الآن تتحدث عن تغيير وتعديل للدستور وأنه من حقه تعديل الدستور؟ رئيس الجمهورية كل التزاماته التي قال للشعب الموريتاني ما زال متمسكا بها فيما يخص قلت لك الدستور، إذا طالب الشعب الموريتاني بالإجماع وإرادة الشعب الموريتاني فوق الرئيس وفوق الجميع، إذا قال الشعب الموريتاني بالإجماع أنه يريد تغيير دستوره فمن حقه يغير الدستور، لأن الدستور ليس قرآنا. ليقول الشعب الموريتاني ذلك إذا قال الشعب الموريتاني أنه لأن الدستور أتى بصالح الشعب الموريتاني، وإذا رأى الشعب الموريتاني بالإجماع أنه يريد تغيير الدستور فهذه مسألة، فهذه مسألة بسيطة كما قال الآخرون. إذا قال عام 2014 أنه لن يتقدم مرة ثالثة لكن يمكن إذا أن يطلب تغيير الدستور، إذا الشعب الموريتاني بأغلبية أنه يريد تغيير دستوره فما المانع من ذلك؟ الشعب الموريتاني أولا شعب مستقل، وموريتانيا دولة مستقلة، مستقلة لها الحرية التامة في تغيير دستورها. هل سيطلب من هذا الشعب؟ لا يطلب، الشعب هو الذي يقرر، إذا طلب الشعب تغيير دستوره هل سينزل للاستفتاء دون أن يطلب منه رأيه؟ أنا قلت لك الشعب إذا أراد الشعب تغيير دستوره هل ستطلبون منه رأيه؟ هل هذا يعني هناك استفتاء مقرر؟ لا يطلب أحد من الشعب رأي ولا يطلبك، لكن نقول لك فيما جرى الحادثة التي جرت والتصريح الذي أطلقه وزير العدل وأستاذ يعني في القانون ومعروف ومحامي معروف من خيرة يعني المحامي في البلد، إذا قال التصريح الذي قال هذه حرية التعبير. طيب حرية التعبير سوف نعود، نقول بأن المفارقة الذي أريد أن أقول لك هنا، المفارقة أن المعارضة الموريتانية الآن تزبد وترغي على قضية تصريح هكذا عن الدستور، وهي في حد ذاتها ليست ديمقراطية لأنها لم تتمسك بالدستور، تطالب الرئيس بمرحلة معينة من نضالها بالرحيل، فهذا متناقض بحد ذاته مع الدستور كذلك. طيب إذا كان رئيس دعنا نواصل الحوار، هذا ليس حوار ثنائي، أود أن نواصل الحوار. سيد سيداتي محمود، نبعد الآن 3 سنوات عن نهاية هذه المأمورية الثانية،
ورغم ذلك بدأ الجدل بالفعل حول إمكانية مأمورية ثالثة حول تعديل ممكن للدستور، وطالب عضوان من الحكومة، نتحدث عن وزير العدل اليوم لكن سبقه وزير الاقتصاد. لماذا تخشون أن لا يتم احترام ما وعده الرئيس في 2014؟ شكرا أختي، سأجيب على السؤال وسأرد طبعا على الأخ جعفر في حين، لكن قبل ذلك أنا باسم ممثل للتحالف الوطني للتغيير أريد فقط أن أعلق على بعض الأحداث التي جرت في الأسابيع الأخيرة في موريتانيا. طيب هل ممكن يعني فقط لأن لدي فترة من الوقت وأود أن نناقش في هذه المواضيع وليست لقراءة بيانات، هل من الممكن؟ ليس بيان، هذا واقع، واقع مؤلم ولا يقول شيئا حقيقة عن تصريحات. يعني سوف نناقش العديد من الأشياء، هل يمكن أن تجيبني؟ لأن بعد ذلك لن إذن سأختصر وسأخذ قضية واحدة. أنا كنت سأتحدث عن قضية الدعوات التي تحدث بها أصحاب أو ما أسميهم يسمون أنفسهم لا تلمس جنسيتي، وهي منادات ومطالبة حقا بانفصال ودعوة للانفصال. نحن في التحالف الوطني للتغيير الموريتاني ندين بشكل قوي هذه الدعوات ونعتبرها خارج عن القانون، ونؤكد من خلال منبر كونفرنس 24 أننا ندعو للوحدة الوطنية. نعم نعارض النظام، نعم للديمقراطية، لكن في ظل وحدة وطنية تجمع كل أبناء موريتانيا. المسألة الآن الأخرى وهي ما أقدم عليه وزير التوجيه الإسلامي وهو وزير الجنرال عزيز خلال دعوته الأخيرة لعلماء السنة، وضيب هذا الوزير العلامة. طيب سيدي نحن ندخل الآن في مواضيع لم نتطرق إليها، سوف أضطر لمقاطعتك لنعود إلى موضوعنا. أود أن نعود الآن سجل تضامني مع طلب الموريتانيين في الجزائر. طيب يعني كل واحد يأتي يعني هذا لا ينفع بالنسبة للحوار وبالنسبة للشعب الموريتاني الذي يود أن يستمع إلى أجوبتكم وإلى مشاهدينا. إذن سؤالي وأعيده، لماذا تخشون عدم احترام الرئيس للدستور وتقدمه لمأمورية ثالثة؟ هذا أمر طبيعي سيدتي الكريمة. طيب لماذا تخشون الموضوع؟ وهل تخشون ألا يحترم ما قاله عام 2014؟ هل احترم الرجل ما قاله منذ 2005؟ لم يحترم الرجل، لم يحترم القانون يوما في حياته منذ أن ولد حتى عصرنا، حتى يومنا هذا لم يحترم القانون الرجل. دس على الدستور 2008 بعد إجماع وبعد نضال كبير قاده أبناء هذا الوطن ضد معاوية واستحمل الطيعة طيلة 20 سنة، وكان هناك إجماع ومرحلة انتقالية. الرجل انقلب عليها جهارا نهارا 2008 في وهو عام حزين بالنسبة للشعب الموريتاني. دعني أكمل، ومن أزاح نظام الطيعة. دعني أكمل أخي جعفر، ولك العهد جميع التعهدات التي قطعها الرجل على نفسه لم يرتفع. وبالتالي أنتم تخشون ألا يفي بهذه، فقط نخشى تصريح وزير العدل وتصريح وزير المالية قطع الشكل باليقين. طيب أنتم تطالبون باستقالة وزير العدل، ألا يمكن أن يعبر عن رأيه؟ لا يمكن أن يعبر عن رأيه لأنه هنا باسم الدستور، والدستور مصان، الدستور والمواد التي تحدث عنها سيدتي الكريمة مواد جامدة لا يمكن تغييرها. وبالتالي لكن دعيني أضع تصريحات وزير العدل ووزير المالية في سياقها، هي هروب إلى الأمام، هي الهروب لتشتري الوضعية الاقتصادية التي يعيشها البلد، وضعية البطالة المشرية المستزرية، وضعية الأسعار التي الآن كاهل المواطن الموريتاني لا يستطيع حكما أن يوفر قوته اليومي. هؤلاء الوزراء يبدو أنهم تأكدوا أنه من خلال لا يمكن مراهنة على الشعب، لأن الشعب سئم هذا الرئيس، سئم هذا الجنرال، من له، وبالتالي هم قرروا أن يأخذوا المبادرة بالتملق والنفاق كعادتهم. طيب يعني الشعب، بما أنك تتحدث عن الشعب وسيدي أنت كذلك تحدث عن الشعب، لم يتحدث يوم عن الشعب جعبا. طيب لم يتحدث عن الشعب، الشعب هو قال لك بأنه لن يذهبوا إلى الشعب، سيقررون كما قرروا. ألا يريد الشعب الموريتاني الخروج من أزمة سياسية تشل البلد؟ ألا تريد؟ ألا أشبهه بالحوثيين سيدتي الكريمة؟ طيب فقط لأن لكي نعطي الكلمة لكل شخص من وكل مشارك، الشعب الموريتاني ألا يريد كذلك خروج من أزمة سياسية؟ فسؤالي اليوم اقتصادي أيضا، السؤال اليوم، الرئيس الموريتاني كلف مؤخرا كبار مساعدي السياسيين بالتحضير لنسخة جديدة من الحوار الوطني مرة أخرى للوصول إلى حوار، وقال بما أنه ربما قد لا تحضر كل المعارضة ويتحدث عن من يحضر من المعارضة،
هل اليوم يمكن مرة أخرى وهناك ما كافي من الثقة من الجهتين لتفعيل هذا الحوار الوطني؟ أولا أريد أن ألفت انتباه أختي الكريمة إلى المشاهدين الكرام وإلى الأستاذ سيدات بأن في موريتانيا لا توجد أزمة، لا توجد أزمة سياسية. بالنسبة لك ليست هناك لا أزمة سياسية ولا اقتصادية. لكن نظامنا الآن، النظام الآن برئاسة محمد عبد العزيز نظام ديمقراطي، والحوار مبدأ أساسي من مبادئ النظام منذ وصول للسلطة، وهو يدعو للحوار، دعا للحوار 2011 ودعا للحوار الآن، والحوار مسألة أساسية. نحن الآن يعني الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية وكلف يعني الأمين العام بالرئاسة الدكتورة مولاي محمد الأقضف يعني ويعطاه فرصة من أجل الحوار، من أجل إنجاح الحوار، فهذه مسألة بناءة جدا. طيب النظام يقول نريد الحوار، لأنك إذا مدت يدك للحوار النظام وأنت يقول عندك نريد الحوار لأن هناك أزمة، لأن لا النظام عنده أغلبية ساحقة في الشارع الموريتاني وفي البرلمان مريحة، ويقول المعارضة أقلية تعالي الحوار، هذا يعني أننا على حق، ويعني أن ويعني اسكتي يا أخي خليني شوي نتكلم، يعني ويعني أننا ديمقراطيون، ويعني أن هناك ديمقراطية. لكن ما أريد أن أقول لك أستاذي الكريم، أخذت وقت كبير، ما أريد أن أقول لك أستاذي الكريم، ما أريد أن أقول لك أستاذي الكريمة أن هذه المعارضة ليست بالمرة ديمقراطية، لأن إذا لماذا ليست ديمقراطية؟ لأن إذا عبر أحد عن رأيه، إذا عبر أحد عن رأيه تريد أن تمارس عليه الإرهاب الفكري، وكذلك الأغراض المعارضة يعني لا يسمع، لا يسمع، لا تسمع رسالة أي واحد منكما. يعني إذا فقط بإيجاز أنت تقول هذه المعارضة لأنها تعبر عن رأيها فهي ليست ديمقراطية، لأن حرية الرأي مكفولة في موريتانيا، ومن عبر عن رأيه فهذا يدل على أن النظام عندنا الآن الحكم نظام ديمقراطي وحرية التعبير، وليست هناك أزمة سياسية ولا اقتصادية. ولكننا يمكن إذا طلبنا الحوار فهذا مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، إذا تحاور أبناء الشعب على مصلحة وطنهم فهذا يدل على نضج سياسي ويدل كذلك على نجاح سياسي. لا تحتاج إلى الصراخ سيدي لأسمعك. نعم. الانغلاق، أنا أستمع عليك. الانغلاق يا أستاذتي، الانغلاق على الذات، فهذا يدل على ضيق الأفق. يعني إذا دعينا إلى الحوار، إذا دعينا للحوار فهذا يعني أننا ديمقراطيون والنظام الآن ديمقراطي باسم الديمقراطية، باسم الديمقراطية وحرية التعبير. سوف نستمع إلى الضيف الآخر. تجاوز من دعوة الحوار. طيب لا، باسم الديمقراطية وحرية التعبير سوف نتحدث إليك كذلك سيد سيداتي. سؤالي، إرهاصات الحوار التي بدأت قبل أكثر من سنة أدت إلى انقسام صفوف المعارضة، أليست من المشاكل هو عدم توحيد صوت المعارضة كذلك؟ لا، هذه ليست مشاكل، هناك قناعة، هناك قناعة لدى طيف كبير من المعارضة أنهم أنه لا ليس من الممكن الوصول إلى اتفاق ينظم انتخابات شفافة ونزيهة مع رجل تنكر جميع تعهدات، تكرر جميع التعهدات، واليوم يتحدثون عن الحوار، فإذا بوزير العدل ووزير المالية يخرجون على المواطن الموريتاني بالدستور وولاية ثانية وثالثة ورابعة. وزير المالية هذا وهو معروف بالمناسبة بموالاته العمياء، في حين أنه يدير وزارة من أهم الوزارات في موريتانيا، والتي منذ تولاها الشعب الموريتاني يعاني اقتصاديا، يعاني في جميع مناحي الحياة بسبب سوء تسييره. الآن يخرجون على الشعب الموريتاني بحديث عن تعديل دستوري، تعديل دستوري. هل يمكن هذه الحكومة يمكن الحوار معها تتحدث بهذا الشكل؟ أنت تقول الحكومة لا يمكن التحاور معها، وتقول أن الرئيس لا يمكن أن تضعوا ثقتكم فيه، ما هو الحل؟ الحل المشكله ان هؤلاء، المشكله ان هؤلاء ما زالوا ينظرون للشعب الموريتاني على انه شعب غير ناضج. طيب سيد اليوم فقط سيد شفر نسمع الى الجواب وعرض اليه. اليوم الشعب الموريتاني لم يعد شعب الثمانينات والتسعينات، اليوم لديك الاف الشباب يعانون بطاله، خريجي الجامعات، لديك نسبه كبيره من الشعب الموريتاني مثقفه. الان الشعب الموريتاني سيأخذ مبادره. الحل هو نزول الى الشارع ورفض كل انواع المساس بعد الدستور. الرفض ما هو الحل؟ ما الذي تطلبونه؟ نحن في المعارضه، ونحن في المعارضه طبعا نسعى لحل سلمي، نسعى لاستقرار، نسعى للتنميه، لكن هذا النظام ووزرائه يدفعون بالبلد الى حرب اهليه والى انقسام شديد. يعني وهو حقت المساله وقعت في افريقيا، وقعت في جميع الدول، وحذر بها الكثيرين. بالتالي نحن نتجه على مفترق طرق خطير جدا. إذا قبل هذا الجنرال واستمع لهؤلاء هذه بطانة السوء، البلاد ستتجه لا قدر الله إلى حرب أهلية قريبة جدا. سيد جعفر، سؤالي، هنا نرى أنك أنت تقول المعارضة غير ديمقراطية، المعارضة تقول الرئيس سوف يتقدم لعهدة ثالثة ورابعة وخامسة إلى غير ذلك، وأنت تقول مرة أخرى ليست هناك أي أزمة سياسية. إلى أين موريتانيا ذاهبة اليوم؟ موريتانيا ذاهبة إلى التنمية وإلى الاستقرار
وإلى العدالة. أين التنمية؟ رجل أنا أقول يعني دعني عشر سنوات حكمي. أنا لم أقطع. لم أقطع. عشر سنوات مقطع. أين التنمية؟ أنا في الوقت. يعني دعنا فقط. أين التنمية؟ نحن بعد عشر سنوات. نحن في مشاكل. أنا أقول. قلكم من هذا المنبر. نحن من هذا المنبر تكلمنا كنا معارضة وكنا ضد النظام. وعندما تبين لنا أن النظام على جادة الطريق الصحيح أتينا للنظام ولبينا دعوة الوطن. لكم الآن جعفر أنت الشاب خريج جامعة فرنسية. استنى سيد سيداتي فقط لنكمل الفكرة. ما فعل لك النظام حتى تغير رأيك؟ نعم سيفعل. المهم سيفعل. نحن لسنا هنا في مجال مسألة شخصية لا لشخص الأمور. باختصار بأننا نحن في النظام الآن نظام ديمقراطي وموريتانيا الآن يعني في مجال حرية التعبير موجودة. المعارضة عندها قنوات يعني تشتم النظام ليل نهار لا أحد يصادر الرأي وعندها مواقع إلكترونية وعندها ناس تتكلم كلام جميل كلام جميل حرية التعبير هناك ونجح لك في إنجازات كبرى أقيم بها في مجال التنمية. ما هي الإنجازات أخي كريم؟ ما هي الإنجازات التي والمطارات وكذلك الجامعات العشرات وكذلك الأمور هناك أقيمت في البلد يعني إذا طالب الشعب الموريتاني وهذا حقه إذا رأى بأن هذا النظام قدم له خدمات كبرى وطالب بهذا النظام أن يبقى معه وهذا النظام أن يستمر في بناء الوطن فأهلا وسهلا. أخذ كريم أقول لهؤلاء أن يحترموا مبدأ الديمقراطية تركني نتكلم يعني نتحدث يعني أستاذ سيدي تفضل لكن لا تقنع المشاهد بأباطل. المهم هذه وجهة نظر لنا نحن قد تقبلها أنت وقد ترفضها. ليش تلخيص الشعب الموريتاني؟ خلاصة القول نعم. أن النظام الآن نظام الحاكم في البلد الآن نظام ديمقراطي نظام يمد يده للحوار نظام يريد جميع أبناء الوطن أن يتحاوروا على مائدة واحدة نظام وفر الأمن والاستقرار المفقود الآن في دول عربية للأسف جنبنا ويلات الربيع العربي. انظر الآن في سوريا انظر في مصر انظر في ليبيا الآن عندنا الاستقرار والأمن هو أول منتوج تصدره الناس تقتل الخارج الناس تقتل في شوارع عندنا سياح في البلد من إسرائيل ومن أمريكا ومن إسبانيا. يا سيد محمود لا يمكن أن نكمل الحوار بهذه الطريقة. لدي سؤال ولدي نصف دقيقة للجواب لكل منكم. هل من بين تعديلات الدستور التي يمكن أن تطرح اليوم هو مثلا تعديل وتعزيز دور الوزير الأول وبالتالي ربما الرئيس الحالي يتحول إلى وزير أول مثل ما حصل مع فلاديمير بوتين؟ هل هذا من الممكن؟ كل شيء ممكن إذا تحاور جميع أبناء الوطن على مصلحة الوطن العليا وكان الدفاع عن الوطن ليس عن الأشخاص ولا لشخص طيب. الأمور كما تفعل المعارضة. أنا أريد أن يكون حوار بناء من أجل الوطن من أجل تكميل مسيرة وتغيير تعليق على ما قلت فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز التي الآن رسخت في بلدي. سيد سيداتي هل تخشون من هذه الإمكانية أي سيناريو على ما حدث في روسيا؟ طبعا نحن 30 ثانية. نحن مع رجل لا يؤتمن نخشى كل شيء لكن أقول له وأقول لجعفر وأقول لوزراء عزيز أن الدستور خط أحمر. الشعب الموريتاني اليوم سيضحي بدمائه الديمقراطية وعن حرية التعبير لكنهم لا يسمحون لمن أمامهم بالاستماع ولا لي للحديث. أشكركم جزيل الشكر على نهاية هذه الفقرة ومتابعة هذه الفقرة. أعود وألقاكم بعد قليل إلى اللقاء.